يا جماعة إذا شفتوا شخص بالصيف واقف عم ينفق على الشمس شو راح تقولوا عنه؟ راح تقولوا عنه مجنون، شلون بده يطفي الشمس؟ الأجن منه يلي عم يحاول يطفي نور الله. قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بعدين هدول الملاحدة يقولوا لك إنه الطبيعة هي صنعت نفسها، الطبيعة راح تشفيك، الطبيعة راح ترزقك، الطبيعة يعني راح تعطيك أولاد، أعوذ بالله من هذا. بعدين إذا متت شو راح نقول؟ الجبل هو يلي يرحمك، أعوذ بالله. قال الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أقسم بالله العظيم يا جماعة، هذا الملحد يوم القيامة لما يشوف الأهوال يتمنى أنه يكون معه مقص في هذه الدنيا، يقص لسانه وما يتكلم بهذا الكلام يلي يغضب الله سبحانه وتعالى، يتمنى أنه يكون كان معه حديدة يخرب عقله ما كان يتكلم بهذا الكلام. وأعوذ بالله من هذا. كثير أبو جهل وأبو لهب وكذا فرعون واللي قبله حاولوا يقتلوا الأنبياء وحاولوا يتكلموا على الأنبياء وحاولوا يطفوا نور الله، وينهم؟ أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد.